25 من شهر رمضان المبارك، معركة النهروان. في 25 من شهر رمضان سنة 38 للهجرة على رواية، وقعت معركة النهروان، وهي أن طائفة من جيش الإمام علي عليه السلام خرجت بعد واقعة التحكيم وأعلنت التمرد على الإمام عليه السلام، وكان معظم هؤلاء الخوارج هم الذين أرغموه عليه السلام على قبول التحكيم في معركة صفين، ولكنهم رفعوا بعد التحكيم شعار لا حكم إلا لله. حاول الإمام عليه السلام إقناعهم بالبيان والبرهان، ولكنهم لم يصغوا إلى لغة المنطق واستمروا في غيهم، وراحوا يعلنون القول بشرك المنتمين إلى معسكر الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، فضلاً عن الإمام نفسه، وأباحوا دماءهم. ورغم كل ذلك عزم الإمام عليه السلام على عدم التعرض لهم ابتداءً ليمنحهم فرصة التفكير والرجوع إلى العقل، لكنهم تمادوا في غيهم فقتلوا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجته الحامل دون مبرر. فلما بلغ أمير المؤمنين ذلك أرسل إليهم الحارث بن مرة العبدي فقتلوه هو الآخر. حين ذاك سار إليهم الإمام عليه السلام وطلب منهم أن يسلموه قتلة عبد الله بن خباب والحارث بن مرة العبدي ويكف عنهم، فأجابه بأنهم كلهم قتلوهما، غير أن الإمام تابع موقفه الإنساني وأسلوبه السلمي معهم حتى استطاع أن يفرق شملهم ويقلل عددهم إلى 4000 بعد أن كانوا 12000، وكان الباقون هم الذين بدأوا القتال، فواجههم الإمام علي عليه السلام وأصحابه حتى قضى على حركتهم.